وتبتعدين فيبتعد الوطن، وتعودين يعود الزمن، وأنا ما زلت طفلا صغيرا يحبو على قدميك، ما زلت رجلا يحن إلى ترياق شفتيك. مدي يديك بطوق النجاة يا مرسى بحاري، يا كل الحياة. ما تاخديش معاكي حاجات كتير، انت هناك المدينة الفاضلة مش محتاجة لأي حاجة. الناس هناك مش هتقعد تبص على لبسك ومكياجك، إنما هيبصوا على أفكارك وشغلك. جرايا ست كل وأنا اختفى. طب لو ما كانتش ترجع أحلى واحدة في الدنيا، ابي ساعتها ابكي. طب لما تخلصوا وصلة العواطف الرومانتيكية دي، ابو اندهولي أنا هوصلها المحطة واجي. يعني إيه؟ هي مسافرة لوحدها؟ هتروح اسكندرية بس لوحدها، وزمايلي هيقابلوها هناك، وأنا هسافر لها بالليل. ليه؟ عشان سلامتها وسلامتي يا أمي. هعلم إيه ده كله بس؟ تاني يا أمي. لسه مصرة على الهروب. ماما أرجوكي خلاص خلاص. الله، هي ليلى مسافرة ولا ايه؟ لا يا اختي، دول يعني 4-5 أيام كده، مش هتتأخر. من غير يعني ما نعرف ولا نسلم؟ يعني رايحة باريس مع اخوها كده تغير جو. اسكتي يا مريم، مش ليلى هارون مسافرة؟ ولا حد جاب سيرة ولا قال لنا؟ ما تسافر ولا ترجع. اخس عليك يا مريم، بقى عشرة العمر اللي بيننا دي وتقولي مالنا؟ انا هنزل اسلم عليها وارجع على طول. موسى خد بالك من ليلى. فعناي هتوحشينا قوي يا بنتي، الحرم مش هيبقى ليها طعم من غيرك. متشكره يا عم. سطوحي عنده حق، اياكي بس ما تعوقيش. لا، حوالي شهر بالكتير. تروح وترجع بألف مليون سلامة إن شاء الله. الله يسلم حضرتك، متشكره قوي. طب يلا. إيه يا ليلى كده تسافري من غير ما تسلمي؟ بقى هي دي العشرة برضو؟ ده كلها شهر. شهر؟ ده أنا كنت أموت. بعد الشر عليكي، أنا هسلم عليكي يا تريز. تروحي وتيجي بالسلامة. الله يسلمك. سلمي لنا على باريس وشوارع باريس. أنت أكتر واحد هيفرق معايا في العالم ده. توحشني أوي. أنت كل حاجة بالنسبة لي، ترجع بالسلامة يا حبيبتي، ترجع بالسلامة. يلا ليلى. مريم، يا مريم، مساء الفل يا سردينة. مساء الهنا حضرة الظابط، ما تيجي نسقيك شاي؟ ان شاء الله يبقى شربات يا رب.
مساء الخير يا طارق. اهلا يا علي. يا ترى ليلى موجوده؟ هو انت ما تعرفش؟ اعرف ايه؟ ليلى سافرت النهارده الصبح. سافرت؟ سافرت فين؟ باريس. هتقعد كتير؟ مش قبل شهرين ثلاثة كده. ازيك يا موسى؟ ازيك انت علي؟ عموما انا مسافر لها، تحب ابلغها حاجة؟ لا شكرا، عن اذنكم. اتفضل. خد بالك من اختك. في عينيا يا امي. احنا تقريبا في الشارع. دي ايه سوت القلب دي؟ اللي بينا لازم ينتهي. لا يا موسى، اوعى تقول كده، انا بحبك. اخرة الحب ده ايه؟ الحب ملوش اخر. انا لازم امشي. طب انت هتغيب قد ايه؟ مش عارف. انا بحبك يا موسى، انت مش هتستغنى عنك.